الى اخره، وصلوا حتى يضربوني في التقارب اللي كان ما بينه وبين بومدين هو اللي وصلوا لهذا الشيء. يا عمي كان لازم يسلك بعد فتره بومدين ربي يرحمه، لازم يسلك. تصفيه حسابات ما بين الرجلين المسؤولين بين الشاذلي وسي بومدين. انني لم ابق وفي للنبادي التي سطرها رئيسنا الرحم. مور لوروا بي في لوروا. محو اثار الهواري بومدين والجماعه تاع فرنسا. ادبوا عذاب اللي ما عندوش مثل، مده شهر قبل ما يعنوا عليه اكل هو في العذاب. اي سي اون ايغور غراف دو العربي بالخير. سي اون ايغور تري 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 غراف. شاذلي بن جديد العربي بالخير ساوموه بالمخططات، كانت عنده مخبية عنده مخططات من عند أمريكا. جورج بوش ماذا بيك تخرج حبيبي في الدار كاين في الحبس. لأقول كلمة الامتنان باسم الجميع وباسم شعبك العظيم، فأين أجد الكلمات يا بومدين؟ يقول لك لا، البومدين نافي كان سول أمي زقار مسعود، أن سول أمي زقار مسعود. سيد هذا كان صاحب البريزيدون، البريزيدون مات لازم يجي كده. عمي كان على باله باللي باسكو ديجا بدات التصفيه، ديجا بدات شغل نبداو نمحيو الاثار تاع بومدين ربي يرحمه. النظام الجديد هذا بدا بتقليص بمحو اثار تاع بومدين. كنا نريد فعلا مخلصين ان احنا نتعاون. قمت بقى زي العاده قلت لهم طب هاتوا لي بقى الدوسيهات كلها واللي انكتب كله. الفوفار تار سيت الجيري، يعني لازم نسكت هذا الصوت اللي يظل 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 يعيط علينا. لكن الواجب حتم علي كمناظر كمجاهد من اجل تحمل المسؤوليه لصالح الوطن لا اكثر ولا اقل. دشن الشاذلي بن جديد عهده الرئاسي بزحزحه الوجوه البومديانيه على شاكلة ما حدث في أرض الكنانة عندما نسف أنور السادات رجال جبال عبد الناصر. تنحية الرجل القوي قاصد مرباح من على جهاز الأمن العسكري، وهو الذي ترأس هذا الجهاز منذ انقلاب 19 جوان 65 900 و1000، وظل يحظى بثقة بومدين إلى آخر رمق.
تنحية عبد العزيز بوتفليقة وهو أحد المقربين لبومدين ومن جماعة وجدة، وكان وزير خارجيته منذ انقلاب 19 جوان 65 900 و1000 إلى آخر رمق. إبعاد محمد الصالح يحيوي أحد رجال بومدين المخلصين منذ 19 جوان 65 900 و1000 إلى آخر رمق. إبعاد بالعيد عبد السلام إمبراطور الوزارات والشركات أحد المقربين من بومدين منذ 19 جوان 65 900 و1000 إلى آخر رمق. فكان طبيعيا أن يأتي الدور على مسعود زغار الذي قال بشأنه قاصد مرباح: لو سئلت عن الصديق الوحيد لبومدين لقلت مسعود زغار. فيه نظام جديد إلى آخره، حاول تجبد روحك، تجبد روحك، بون أنت صديقك هو اللي بومدين راح، هذا يجي يجيب اللي يعتبروا صديق ولاد براسو، خلينا حتى هما ينادوا عليك، حتى هما كيسحقوك، قال لهم محتاجينك في القضية وكذا، تقدم خدماتك للبلاد. مسعود كان يحب يروح يشوف الشاذلي، وهذاك السيد هذاك العربي بالخير هذاك، إي لا شابه في اسمه، وكان يجي عند هنا عند مسعود في الدار، كنت انا نمدوا لي رونسينيمون خاطر يجي يعطيهم لمسعود دونسيون فلوب، وكان يهدر، وكان يقصر مع مسعود يهدر معاه ويسمع. طلب باش يشوف مع بالخير قدام خطره باش يقابل الشاذلي وهو رفض. بالخير رفض قداش من خطره، ومن بين الاسباب نتاع اللي هذاك يكون بالخير هو باسكو كان يتوني رونكون العميم على باليش عليه. وكيفاه؟ سيت اون ايغور غراف دو العربي بالخير، سيت اون ايغور تري 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 غراف. العربي بالخير المكنى الكاردينال هو المدعو العراب الملقب بصانع الرؤساء. ولد العربي بالخير في أول جانفي سنة 38 900 و1000 بفرندا ولاية تيهرت. هو سليل أحد أكبر الباشغات في مدينة تيهرت. والده الحاج بومدين صاحب هكتارات كثيرة وكبيرة من الأراضي الخصبة بفرندا. سجله والده في مدرسة الجمهورية بمعسكر، ثم انتقل إلى فاس ليعود سنة 50 900 و1000 ليلتحق بالكلية العسكرية الفرنسية بوهران، ثم يلتحق بالكلية العسكرية في سيدي بلعباس التي تخرج منها سنة 55 900 و1000، ثم يلتحق بالمدرسة العسكرية سان ماكسن بفرنسا ليتخرج منها برتبة ملازم، ثم يفر منها سنة 58 900 و1000 ليتجه إلى الحدود التونسية ليلتحق بجيش التحرير كمؤطر في مدرسة الإطارات بالكاف سنة 58 900 و1000 رفقة العديد من الضباط الفارين من الجيش الفرنسي والمعروفة تاريخيا بدفعة لاكوست. 62 900 و1000 تم تعيينه في منصب رئيس الأركان في الناحية العسكرية الرابعة بورغلا، ثم الناحية العسكرية الثانية بوهران، ثم تم تعيينه سنة 75 900 و1000 قائد المدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين ببرج البحري، وهي ذاتها المدرسة وذاته مكتب العرب بالخير. عرف الاجتماع المصغر التاريخي الذي أفرز خليفة العقيد هواري بومدين مطلع 79 900 و1000 ليشغل منصب الأمين الدائم للمجلس الأعلى للأمن برتبة مستشار برئاسة الجمهورية بين سنتي 80 900 و1000 و82 900 و1000، ثم مدير ديوان الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد بين سنتي 86 900 و1000 و89 900 و1000، ثم أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، ثم وزيرا للداخلية سنة 91 900 و1000، ثم مدير ديوان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سنة 2000، ثم سفيرا في المملكة المغربية سنة 2005، وقد وافته المنية يوم 28 جانفي من العام 2010. الكارتل العربي بالخير المكنى بالكاردينال ارتبط اسمه بقضايا الرشداء الثلاثة: قضية رشيد كازا، قضية رشيد محوش،
قضية رشيد معبد. وجاء في كتاب في أصل المأساة الجزائرية شهادة عن حزب فرنسا الحاكم في الجزائر سنتي 1958 و1999 لرئيس الوزراء الأسبق عبد الحميد إبراهيمي في الفصل الثاني نحو الاستيلاء على قيادة جيش التحرير تحت عنوان اختراق جيش التحرير الوطني في الصفحة 37 نذكر في هذا الصدد بأن من بين أول الضباط الفارين من الجيش الفرنسي في سبتمبر أيلول 1957 كان الملازم عباس غزيل والملازم الأول أحمد بن شريف اللذان التحقا الأول بالولاية الأولى والثاني بالولاية الرابعة في عام 1957 متبوعين في سبتمبر أيلول من السنة نفسها بالنقباء بن عبد المؤمن ومولود إيدير وزرقيني بالإضافة إلى الملازمين الأولين بوعنان ومحمد بوتلا وعبد القادر شابو وسليمان هوفمان وكانوا قد التحقوا بجبهة التحرير الوطني في تونس وقد لحق بهؤلاء في عامي 1958 و1959 على الخصوص الملازمين عبد المجيد علاهم وعبد النور بقا والعربي بالخير ومحمد بن محمد وحم بوزادة ومصطفى شلوفي وعبد المالك جنيزية ومختار كركب والحبيب خليل وعبد الحميد لطرش ومداوي ورشيد مديوني وخالد نزار وسليم سعدي يعتبرها مع ناس وطنيين لما يجيبوا لهم حاجتهم الوطنية يطلعوا عليها كما ابو مدين وجماعه ابو مدين في ذاك الوقت كان العربي بالخير يجي عندي انا اللي رحنا يجي يصبر الدار كنت انا ثم في الدار نستقبله دائما هو اللي يجيب لي دلال نعطيه دلاتر يجيبهم نعطيهم دلاتر هل كان من سنن السلطه ان يدفع فاتوره قربه من بومدين ام هي تلك الملفات التي بحوزته والاسرار التي يعرفها فقط هو والراحل أم هي علاقاته العنكبوتية مع بائع السلاح في العالم؟ أم هي إمبراطوريته المالية التي أسالت لعاب المجموعة المحيطة بشارلي بن جديد؟ هو لي سلاح يمكن العربي بالخير ماذا باش يقعد وحده هو في اسمه ما يبيه هو اللي يدير كل شيء ولا باسمه يشوف واحد يخدم فوق ما صار ترابيه ما كاش ما يخدمهاش ما في هذه الرسالة التي حصلت عليها الشروق حصريا والموجهة من مسعود زجار من داخل سجنه العسكري بالبليدة إلى محاميه يقول فيها إلى إخواني المحامين منذ 1980 وبالدعوة من الرئاسة عدت إلى عملي مع العرب بالخير كما كنت مع الأخ المرحوم سيبو مديان وهذا حتى اعتقالي في 8 جانفي 1983 القضية قاع انطلقت من قضية واحد راح في فرنسا نظن ودار له ميكرو وبقى يسمع منها ويسمع من هي معروف هذا كنت كان ديركتور تاع لا دير في وقت كحل عياط ونسبوها هكذا قال لي كي وليت لحقت لباريس قال جاني واحد قالت لي مسعود ما تدخلش تدخل يقبضوك وكان نوردينار بيرحمه عيط له قال له بابا ما تدخلش قال له جاتني معلومه بلا ما حني دي ممكن حب يجي باش يصفي حساباته باش ما بقاش انا في الخارج وقالوا هارب ولا خاين ولا كذا حبيتوا تديوني يديوني هذا ما كان كي نبقى الخارج لمتى انا في الهارب والناس يقولوا حتى ولا تولي الكذب ولي صحيح قالوا هرب ودا وكذا الى اخره ربما هذا اللي كان يدور في مخه لانه كان واثق بنفسه باللي السيد صافي امام ربي صافي امام ثوره صافي على هذه اللي ما حبش مي قادر في يدك في يدك قادر يخرج وما يحكموش وما يوصلوش بدات صغيره وبدات تكبر زيد الخبز زيد 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 السميد زيد الزيت طلعوها له ونفشت كله هذه نفشت امام العداله مسعود فشته في الاخر قبل ما يعتقلوه قالوا له قبل قالوا يا ولدي صاحبك راح
روح اخرج اخرج راهم ينتقموا منه. جاتهم معلومات باللي قالوا له راهم رايحين يوقفوك رايحين يوقفوك عنده كان رجال في البيت كمان في جميع الأجهزة في خبروا قال له بلي رد بالك راهم كذا باش نهربوك باش نديك الحدود تاعته ونصوروا على روح قال لهم اللي طفروها فيك. انا ما درت اللي تقولوا انا كنت الكونترار انا عاونت الثوره عاونت هذيك خدمت اليوم ما عندي حتى على واش يعتقلوني انا على واش نتوما ما سمعلوش غير هذه ما ديهاش والشك فوا يعاودوا يقولوا ما تجيش راني سامعه ما راح نحكموا قالوا لنا ونصحوه قداش خاطر نصحوه قالوا راهم جايين حوشين عليك وراهم حوشوا يعتقلوك هكا قالوا انت راح ينتقموا منك كلمي تفضل انطلقت من هذا الشيء ثم بقاو يلقطوا كل ما دخل فيه مسعود زقار اصبح مشكوك فيه قبل ما يعتقلوه بعد ثم ايام جاوا جماعات صحابه قالوا يا ولدي راهم غاديين هالايامات غاديين يعتقلوك قال لهم والله ماني خارج قالوا علاش يقتل لا يعتقلوني يجوا يتفضلوا سمعنا خبر من معاه شنو سمعنا فرق بلي جاوا راح يهزوه لا لا سيتي ثم ثم هو ايضا باش التاريخ كان داير ثقه في واحد يسموه الحاج الوهيبي مختار الحاج الوهيبي هذا نسيب العبيب الخير عمليه انطلقت من خلال نابل دوفر نتاع لاي سي ان ام سي سينو لي بريكيت وسمعوا المخابرات باللي كان عنده يحاول كيفاش يتدخل تما باش يفضل بعض الشركه معينه كان ملحظ هذا في ذاك الوقت كان حاكم لا ديار لما استقبلوا هو اللي راه عند الزقار ماشي الزقار راه عنده بما كي نقول لك هو اللي راه عند الزقار بمعنى الحرس اللي كان محتاج الزقار ماشي الزقار اللي كان محتاج ليه لو كان الزقار محتاج ليه هو اللي راه عند الحرس يقول باللي عنده داروا كاسات وكان هو لما يهدر كانوا عندنا اللقاء كان القنصل تاع دولة أجنبية ما نذكرهاش كان يجسع عليه ويسجل وعلى هذا الأساس تم تحريك الدعوة العمومية لكنه تجاهل كل نصائح الأصدقاء والرفقاء فهل كان ذلك قدر لم ينفع معه حذر أم هي مؤامرة دبرت بليل؟ هذه قضية انتقام أنت كنت قوي وكنت كبير هذا كنت نوري لك العبيب الخير يقول في التقرير وش يقول على أساسه تم إلقاء القبض يقول على أن مصالحه تم إلفات النظر بأن فلان بأن مسعود زقار أنه يقوم باستعمال أحد المقربين من عائلته في التجسس على المسؤولين جاءوا الجماعة جاءوا في خمسة على رئيسين جاءوا ثم مسعود زقار جاءوا لي للدار وجي دي فواتور نوار دخلوا طول انا نشفى كي جات عنيا تتعيط على نانا جات قالت لهم جاو يديو خالي كنا نهضروا قالت لي دان سول كو نسمعوا زقه وقال لها حبس يا كلكو شوز كي كلوش. في هذا التحقيق التابع للاستعلامات والاستخبارات الجزائرية والذي حصلت عليه الشروق حصريا جاء فيه بإعذار من السيد العربي بالخير قامت مصالح المخابرات العسكرية بعد مراقبة ومواصلة لتصرفات المدعو زقار مسعود الملقب برشيد كازا قمنا بتوقيف هذا الأخير بمقر سكنه بالجزائر العاصمة يوم 8 جانفي 1983 وفي عملية التفتيش للمكان وفي نفس اليوم تم اكتشاف وحجز مبالغ معتبرة لمختلف العملات الصعبة وأسلحة ووثائق ذات علاقة بالاقتصاد الوطني إلى جانب عتاد معتبر ومتطور خاص بالإرسال والتنصت المرحوم لواء الكنعيات لقيته في إطار الانفتاح الديمقراطي على أن قضية توقيف مسعود زقار لم يكن على علم بها وش معنى لم يكن على علم بوش بمعنى ما سمعش بها ما على بالوش بها بمعنى أن الجهاز نتاعو موش اللي قام بهذا العمل هذا قال لي أنا الشي اللي درته زربت أحلته على المحكمة
حماية الله. جاء في كتاب قضية زجار ميوعة دولة تحت حكم الشاذلي للكاتب الصحفي حنف تدموت في صفحة 13: أنا هو النقيب عبد الرحمن من الأمن العسكري، أطلب منكم اتباعي. الساعة تشير إلى 10:30 من يوم 8 جانفي 1983، دقائق من قبل دخلت عليه ابنة أخته غنية وهي تلهث لتخبره بأن ضابطا يريده، وقبل حتى أن يرد على ابنة أخته حتى وجد الضابط داخل قاعة الضيوف، أبرز له بطاقته المهنية وبوجه صارم أخبره بالمهمة التي جاء من أجلها. جاءوا قالوا فيزيتون اون ايتا دارتيساسيون، في حالة توقف، أنا فلان، أنا كابيتان فلان. قال له نقدر نتليفوني؟ قال له إيه. قال لهم اسكو جو بو تليفوني؟ التليفون هو تليفون العربي بالخير. قال له روح معهم، معليش من بعد نشوف. تليفون تم من الدار، تليفون العربي، أنا كنت تم تليفون العربي بالخير. قال له روح معهم بعدنا. تليفون عيط العربي بالخير، قال له شو قال له جماعه جاو. انا يقول لي راك في حاله كما نقولوا احنا بالعربي، راك في حاله توقف، واش كاين؟ قال له رانا باك سيري عندي تو سي بروسيدور دار عندي تو. قالت له ماما سم كاين؟ قالها استنى استنى استنى. من هذيك السنه ما زادتش سمعت لافوا تاعو حتى سمعته يزكي. واش كاين؟ قال لها ماما حضن ننا ربي يرحمها وسلم عليها. قال لها ماما ما تخافيش. قال لها بين يدين قوتي ما عارفش راح يصالي ما يصالي والو، ما تخميش ما تخميش. وهي قالت له كوراج وليدي كوراج. حضناته بدات تبكي. يا امي علاش تبكي عليا ولدك مضاحي للوطنيه، رب الفوقاني هو اللي عالم وانا يراني يوراني باري. يا امي علاش تبكي عليا ولدك مضاحي للوطنية، رب الفوقاني هو اللي عالم وانا يراني يوراني باري. يا أمي علاش تبكي عليا ولدك مضاحي للوطنية. بقى بشي فرصة والله هذاك جو بالدوه ركبوا معه في الطوموبيل والدوه ما عندوش المنوط. داوه عادي ركب في لافواتيغ إرادته يعني ماشي نتاع مرمدوه ولا نو. الشهادة لله، ركبوه بقدره، ركب بقدره، هو اللي مشى معاهم. جاء في كتاب أسئلة العدالة محاكمة زجار للنقيب السابق الطيب بلولة في الصفحة 29 والصفحة 30. بينما في هذه الحالة فإن ضابط الشرطة القضائية ملزم بتعيين شاهد من أجل حضور عملية الاعتقال، والتفتيش خرق واضح للقانون، كما أن العملاء الذين زاروا بيت مسعود زجار والذين حجزوا على كل ما أرادوا بما فيها وثائق شخصية وأسلحة وعتاد تقني آخر كان موجود ببيته. أنا قاعد نسمهم يجوا يجوا يفتشوا يجوا يديروا بريكيزيسيون 4 أيام ولا 5 هم يفتشوا. في هذا التحقيق التابع للاستعلامات والاستخبارات الجزائرية والذي حصلت عليه الشروق حصريا جاء فيه، ومن خلال التحريات تم توقيف المدعوين معيزي عبد القادر المدير العام للشركة الوطنية للبناء CMC وعنان العيد مدير الدراسات بوزارة التخطيط، إلى جانب جيلال صغير والنواوي أحمد رجل ثقة زجار. ما لقوا حتى شيء، ما لقوش ماتريال، ما كانش مسعود ما يخلي حتى شيء، حوايجو ما يخليهمش. دخلت ان جروب طلع باش يدير لافوي تاع طلع لا شومبر تاع لا شومبر تاع وراهي ولا ذاك، فركتو هكذا لقاو دي دوفيس نورمال سيتان نورمال
عايش في الخارج سي نورمال عنده دوفيز. الوثائق كانت موجوده ما كانش موجوده هنا في الجزائر لان هما لما التحريات نتاعهم والتفتيش اللي قاموا فيه في المنزل انهم ما لقاوش وثائق على كل حال. لقاو بعض الكاسات والكذا اللي تتعلق بالاسره تاع الاعراس الى اخره والحفلات، ولكن ما فيش وثائق اللي تخص بسعود الزكاه. الوثائق نتاعو كانت في البر. عنده فيترينا كبيره في هذاك المورتي سيكونت اللي خدموه، كان عنده دي بيستولي بي 38 لا هذوك باري هذاك سميث سيفيسون، كانوا عنده واحد اربعه ولا خمسه، واحد ابيض المونش ابيض واحد كحل واحد كذا، هادو كانوا دي شونتيون هو اللي كان قدمهم المرباح باش شراوهم لا سيكوريتي ميليتير. كان عنده لا غرناد اللي خدمت، يعني هذه كلها قال لك عنده اسلحه وعنده با يدير كومبلو يدير كذا. واش دير كومبلو افيك مورتي اللي ما عندوش لي توبون تاعو؟ واش الاسلحه هذوك لي بي 38 هذوك واش تقدر دير بهم؟ هذه من هذا النوع، هذا مساس امن الدوله. مسعود زكار تتاح بها الطيحه هذه باش يولي يجس على العربي بالخير وجماعته، ويستعملني انا ويستعمل الدكتور تسيبو عكاز باش نجيبوا له الاخبار. ولا لا ولا لا سيكريتي قاعد في الدار قاعد نحاول تشوف الدار تعطوا بعض شوف بعض في امام جاو فتشوا عندنا دي بياس الحوايج تاع مخبيهم ولا تاع الثوره هدوهم. لقاو في البيت نتاعو بعض النماذج نتاع الاسلحه، وانا دخلت للبيت نتاعو ما كانش حتى شيء، ما كانش نقول هاك الحق. جاو اللي لقاو عدو هذوك لي بوست ريسبتور ايميتور هذوك داوهم. ومن هذا المكان تم اعتقال مسعود زغار في بيته المقابل للسفارة الأمريكية. هم كيهزوه شهر باش حلوا عليه. هنا في الدار أنا عندي في الدار، ولا هنا الدار تاع مسعود هنا والله ما سمعوه. يا حتى اللي عاود ماما عيات قالوا مسعود 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 ما بدون رد. حتى اللي من بعد جاها خبر من السي سعيد قوطالي Alors, 38 jours de détention. Et pendant ces 38 jours, on a tenté, maintenant j'arrive à sa défense. Comment on a fait la défense de Zahou. تم الاعتقال في 8 جانفي من سنة 83 900 ألف، وبعد شهر تم الإعلان على القبض على مسعود بتاريخ 9 فيفري من العام 83 900 ألف. دعايات الرسمية في ذاك الوقت مش دعايات تاع طريق، دعايات الرسمية تاع الدولة في ذاك الوقت وش هي؟ بلي مسعود زكار كان 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 عميل تاع الأمريكان، وكان عميل تاع لاسيا، وهو واش حكمنا عنده، وهو واش كان وكان يمد في أسرار تاع الدولة، وكان يمد في أسرار هكذا، وكان يمد في أسرار هكذا. من بعد خرجوا في الجورنال بلي انسان خائن، ولقينا عنده سلاح. وشنو السلاح؟ لقيتو السلاح تاعو بيرسونيل وكيكو تروك مام دي كارتوش، وهادو ما هادو شرح يدير بهم هو اصلا. صباح خرجوا في الجورنال كما قال انا حكمنا مسعود وانا هذاك ودنا ونعتوا هذوك لي مالات اللي كنت جبناهم طيشناهم تاع اللي كنا نخدموا به في شو يقولوا هذاك تاع لي زوبي هذوك. هو مسعود زكار هو السلاح اللي لقينا عنده، كان يكومونيكي مع لاسيا والتحيس والغوات والعياط وما عرف واش هي سليمة والشعب كان اللي امنها. في هذا التحقيق التابع للاستعلامات والاستخبارات الجزائرية والذي حصلت عليه الشروق حصريا جاء فيه، ويرجع أيضا نفوذ زكار لعلاقته المتقدمة والوطيدة التي ربطته دائما بالرعاية الأمريكيين ورجال أعمال والملحقين بالسفارة الأمريكية في الجزائر، وخاصة إطارات الاستعلامات والاستخبارات
وهذا ما نلاحظه في مساره منذ 1956 في الدار البيضاء خلال حرب التحرير وإلى غاية توقيفه. راني كازماني سلاح نريدتو هذا كل شيء كذب، هذا كل شيء كذب. نيكازماني سلاح نريدتو. تم اعتقال مسعود بتهمة الخيانة العظمى والمساس بأمن الدولة والمساس بالاقتصاد الوطني. نقطة المساس بالأمن، علاش مبنية هذه؟ علاش متركزة؟ بمناسبة فتح تحقيق قضائي بأمر من وكيل الجمهورية العسكري في 16 من فيفري 1982، اتهم الأربعة بالخيانة والمساس بالأمن الوطني والمساس بالاقتصاد الوطني والعمالة، والمعاقب عليها بالمواد 42، 65، 63 من القانون الجنائي. كاين قوي كاين خطاش خاطي وخاطي الى بافي دي اللي هضروا عليها كل ما كاينش هو خاطي. الدكتور سبوع كان زعرف هذا كمال الحرش، كمال الحرش يظهر لي وطلب منه باش يقابل مسعود، خاطرك شلو مسعود طلب باش يقابل كمال الحرش، كان مسعود اللي راه عند كمال الحرش، مي كمال الحرش يجي عند البيت الدار تاع مسعود سكريب هو اللي طلب باش المقابله تاعو. يجي بعد ما ضيفه كذا قضية رادارات ولا كذا ولا ورد السنة جديد على المهنة، تبعت هو كان في ذلك الوقت مكلف ديروه مكلف شغل الجهاز الموازي تاع مسعود تقريبا اللي كان في الخارج ديوهات العلاقات الخارجية. بعد كي يروح يقول له دار لي كان القنصل الأمريكي في غرفة ودار لي كاسات وصورناه وكذا والآخر كان يسمعنا في الله. يشكوا في الوطنية تاع مسعود زقار، الوطنية تاع مسعود زقار يعني يولي حتى ينزع الوطنية هذيك اللي تربى فيها، اللي تربى فيها عائلة تاع كيما نقولوا تاع الوطنية ونتاع هذاك، يولي مسعود زقار حتى يولي خاين بلاده. هذه ما يقبلها حتى واحد، ما يقبلها حتى ذاك. يجوا دخلونا احنا في مخاخنا دوكا، يعني واش هي مسعود زقار واش هي هذاك؟ تجي تقول لي دير لي تسليمة هكذا ودير لي تواسي هذاك وتقول لي في مثل ها مسعود زقار حكمنا عليه وكان يكون ملي كيما هذاك وكان خاين وكان هذيك الكذوبات ودعوا الشر. ما لا حرفك يا لساني غار ولا غلا ذا سنين كسود، اش تقد تقول في ذا الدار كي توصف خيمه بغير عمود، كي تمدح صاري بلا بحار، كي تشكر ثوره بلا جنود، كي تتبع سلطه بلا قرار، كي تعرف دوله بلا حدود. وريتي يا بيتنا الاصرار ودعيتيها في يد خصم حقود، والعبينا يا الظهر دوار دير القلعه في مراح العود، سرج وركب كيف ما تختار لا تخشى امه العام رقود، طير المرقب قيدوه سوار واه وليدك يا امه مصفود. وداو زوج معاه من بعد راحوا داو حكمهم بعد هو عنان محمد وكان معي عبد القادر داو الزوج. جاء في جريدة الشعب لسان حال السلطة بالعربية في العدد الصادر بتاريخ 9 فيفري 1983 في الصفحة الأولى تحت عنوان شائعات وحقائق توضيحات جديدة. جاء في جريدة المجاهد لسان حال السلطة بالفرنسية في العدد الصادر بتاريخ 9 فيفري 1983 في الصفحة الأولى تحت عنوان شائعات وحقائق توضيحات جديدة. زقار مسعود المدعو راشيد كازا اكتشفت مصالح الأمن لدى استنطاقه أجهزة تنصت عن بعد متطورة وأجهزة حماية إلكترونية. كانت التحريات التي مكنت مصالح الأمن من استنطاق الأشخاص الآتية أسماؤهم والذين سيمثلون أمام القضاء العسكري.
زجار مسعود رجل الأعمال المعروف سواء في الداخل أو الخارج تحت اسم رشيد كازا بتهمة المساس بالأمن الوطني والاقتصاد الوطني، وذلك بسبب إرشاد الموظفين. معيزي عبد القادر المدير العام للشركة الوطنية لمواد البناء بتهمة تسريب وثائق ذات طابع سري والرشوة. عنان العيد مدير بوزارة التخطيط بتهمة إفشاء الأسرار وتسريب وثائق سرية. جاء في كتاب أسئلة العدالة محاكمة زجار للنقيب السابق الطيب بلولة في الصفحة 47. وسائل الإعلام كانت قد أعلنت بدون ثبوت مسبق وكأن الوقائع تم إملاؤها، وهذا بتحامل وحقد وبمبالغة، وكانت وسائل الإعلام بعيدة عن الحياد الذي ينبغي أن يكون عليه الصحفيون. جاء واحد لهنا من العلمة قال لي روح شوف سيدي مسعود زجار هاوش كانوا يخرجوه اليوم في الجرنال كيفاه؟ قال لي هاوش كان يهدر مع العصية وما هاوش. قلت له هذاك في راي هذا، قلت جبناه احنا جبناه من الوزير، بقى في الوزير ثم حبيناش خليه لمراكا وسوداك، جبناه حطيناه حطوا ثم في لاكاف جاو جبدوه داروا به الدعايات وكان الشعب اللي أمنها باللي مسعود كان يخدم على العصية. في هذا التحقيق التابع للاستعلامات والاستخبارات الجزائرية جاء فيه من جانب المدعوم عيزي عبد القادر صرح أنه تعرف على زجار بداية جانفي 1975 عن طريق بطاطا عبد الرحمن الذي كان يشغل منصب مدير سوناتراك في مطعم بباريس. وعلى الأقل اعترف أنه تلقى من زجار بين سنتي 1972 و1974 مبالغ مالية بالفرنك الفرنسي 5000 فرنك فرنسي دون مقابل. وأضاف أنه كان على علم بأن زجار كان يأخذ عمولته على كل عقود الأسمدة التي كان هو من يضعها في يد الوزير للتوقيع عليها، كما اعترف أنه هو من سلم زجار وثائق متعلقة بمشروع مصنع الإسمنت بباتنا ومعلومات أخرى تتعلق بعقد غاز مع إيطاليا وتوقعات تتعلق بالسكك الحديدية والإنجازات السكنية. لأن حتى لو كاين من هذا الشيء كانت تفوت للمؤسسات المدنية، ما تروحش للمؤسسة العدالة العسكرية. أنا تلقيت مع الخلعيات رحمه الله، والكلام اللي قلته في حياته هو مسجل، بدينا نحكيه قال لي انا ما كنتش على بالي بلي كداو مسعود. واش معنى ما كانش على باله؟ باش الناس يفهموا، ما كانش على باله موش من اللي ما سمعش باللي بداوش مسعود، بان المصالح نتاعو لم تستشير ولم تقوم باي اجراء ضد مسعود. هذاك العياط مدير المخابرات الامن العسكري في ذاك الوقت منو لي انا، الكلام هذا موش جديد منشور في الصحف في حياته. ونفس الشيء بالنسبة لعنان العيد مدير الدراسات بوزارة التخطيط وصديق الطفولة لزجار منذ 1973 الذي كان يشغل مدير الحسابات الوطنية والدراسات والاستشراف. كان يزور كثيرا زجار في بيته، وكان يدور بينهما حديث بخصوص الاقتصاد الوطني والمالية والتخطيط، وبعدها كان يحرر ويقدم لزجار تحاليلا حول التخطيط تتعلق بالتوقعات والإنجاز إلى جانب وثائق متعلقة بالتخطيط للفترة الممتدة بين سنتي 1967 و1973.
وتحليلا حول الاستثمارات في مجال الغاز، كما كان يرسل له تقارير عامة للمخطط الرباعي حول ميزانية الفترة الممتدة بين 1974 و 1977، كل هذا بطلب من زجار، كما قدم له برنامجا استراتيجيا حول الإجراءات الخاصة بالوضع الاقتصادي والمالي للبلد، والتي صنفت سرية وسلمه لزجار يوم 10 جانفي 1979. بعدها بقليل طلب منه تقريرا عام حول البرنامج الخماسي 1980 و 1984 باللغة الإنجليزية، وهي الوثيقة التي سلمه إياها في نفس اليوم، زيادة على نصوص ذات علاقة بالاستثمارات الخاصة. جاء واحد قال باش تبعده، وراح شاف الشيف تاعو فما، قالوا هذا واش نديه، نديه ونخليه، قالوا نديه جيب. صغير جيلاني بتهمة التنصت والتسجيلات السرية. يعني تتروحنا في ثلاثة مع مسعود، مسعود هو كان في وحده وإحنا كل وحدنا. وبالنسبة لجلال صغير ابن عم وسكرتير زجار، والذي كانت تربطهما علاقة منذ زمن طويل، والذي كان يسكن في بيت هذا الأخير، ومن بين المهام التي كان مكلفا بها التنصت والمعلومات حول المكالمات الصادرة والواردة من طرف زوار زجار، الذي كان يستقبل الكثير من الشخصيات الجزائرية من بينها الراحل بومدين. بداوه نهار داو مسعود زجار ربحه هو الاولاني، من بعد قدا يومين ولا ثلاث ايام هكذاك عاودوا جاو داو بابا داو في الليل يسالوا على مسعود، على واش عنده، واش دار، واش مرو مداير، واش راه مخبي، واش ماك سامعه حوايج واحد اخرين اللي هم الحكومه. Pour la première fois en 20 ans, l'hymne national algérien a retenti aujourd'hui à Paris à l'arrivée du président Chadli Benjedid de passage dans la capitale française pour une simple visite de travail. Cette visite, je pense qu'elle va essayer de régler quelques problèmes d'injustice. Nous avons également des échanges de vues sur différentes questions de politique internationale et je peux dire que dans ce domaine... Chadli Benjedid Mshama, parce qu'il y a probablement une sensibilité ou une réaction contre Mesoud. جاء في كتاب ديغول والجزائر للمؤرخ محمد عباس في الصفحة 459، في أواخر سنة 1982 قام الرئيس بنجديد بزيارة رسمية إلى بلجيكا، استغلها في طريق العودة ليقوم بزيارة قصيرة إلى فرنسا، كانت الأولى من نوعها منذ استقلال الجزائر قبل أكثر من 20 سنة. المثير في هذه الزيارة اعتقال زجار بعد أسبوعين من ذلك، مع إصدار مجلس المحاسبة في نفس اليوم 8 جانفي 1983 قرارا بالتحقيق مع السيد عبد العزيز بوتفليقة وزير الخارجية الأسبق. مباشرة بعد توقيف مسعود زجار رحمه الله في الأسبوع الأول أو الثاني كانت زيارة مدير مخابرات الدي اس اف للجزائر. لماذا جاء الجزائر؟ وأن هذا العمل هذا التوقيف تم في ظل نظام ميتيرون معروف بعدائه للجزائر والوطنية الجزائرية من 56 وانت جاي. Nous ne voulons pas atteindre la masse de la population. Nous ne voulons pas la frapper. Nous voulons même l'épargner au risque le cas échéant de perdre certains atouts dans la recherche des coupables. مسعود زجار العدو الرسمي تاعو هو فرنسا وعندهم ميل الامريكا، فهذا كانت فرصه سانحه باش يصفيو حساباتهم مع مسعود. انا
الزعماء تاع الجزائر بين جملتهم المرحوم العربي بن مهيدي رفض باش العفو عليه، تم اعدامه في وقت ميتيرون، وكثير من الزعماء اللي تم اعدامه في وقت ميتيرون، وميتيرون عنده حسابات ضد الجزائر وما في الجزائر صافي حساباته مع الجزائر. كلنا نعرف باللي فرنسا كان عندها في وقت ميتيرون كان عندها نفوذ كبير بالنسبة للسلطة في الجزائر. بالرغم هو في قرارة نفسه هو في الداخل تاعنا شو على باله باللي التهمة مطبقة، وعلى باله باللي أن العملية مركبة، سمعت العملية قضية تصفية حسابات، قضية صراعات بين فرنسا والأمريكان. جاك عطيلي أعطى لي دائما هنا وتلقى مع أكبر المسؤولين مقربين من سي شادلي. قضية صراعات بين أمريكا وفرنسا هذا من جهة، ومن جهة حاولوا باش يوصلوا لتشويه بومدير. إيه داروا له دوسي منظم، داروا التهمات كبار نتاع قتل نتاع إعدام. ما كانش يتوقع باللي أن مسعود في الستاتيو اللي عنده الدولي يتعرض للإهانة والمهانة وهذه التهم الخطيرة اللي توجه له. كانت تربطه علاقات وطيدة برعايا أجانب أغلبهم أمريكان، وصرح أنه تعرف على عملاء وإطارات في المخابرات الأمريكية سيا، والذي كان يستقبلهم في مقر سكناه بالعاصمة بنفس الصفة التي كان يستقبل بها إطارات جزائرية سامية، من بينها الراحل بومدين والذي كان بالنسبة له صديق مقرب. معيزي عبد القادر في تصريحاته اعترف أنه سلم لزجار وثائق لها علاقة بصفقات سينامسي المشار إليها سالفا، الشيء الذي جعله شريكا في جريمة التواطؤ والمساس بالأمن الوطني والمساس بالاقتصاد الوطني. عنان اعترف بأنه حرر لزجار عدة وثائق مصنفة سرية ومتعلقة بتحاليل حول برنامج التنمية، وأنه سلمه وثائق تتعلق بالاستثمارات في مجال الغاز والاستثمارات الخاصة، إلى جانب تقرير عام مستعجل للإجراءات حول الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد. جلال صغير سكرتير ورجل كل أعمال زجار والذي كان يقطن معه كان يقوم بمختلف الأعمال لصالح رئيسه، من بينها تسجيل المكالمات، نسخ الوثائق لزجار، نفى التهم الموجهة له، ولكن بصفته رجل أعمال زجار يصعب تحييده من التهم، وبالتالي تمت إدانته بنفس التهم. هذا مع شخصيات دولية عالمية، هذا علاقة مع الباب، علاقة مع رؤساء الدول الكبرى، علاقة مع الملوك، علاقة مع كذا. تجي هذا من يقول لك جس عليا، قالوا له سا سيتي في الاسبيوناج يا جماعة، ما عنديش الاسبيوناج، اسكو زافي لا بروف؟ قالوا نو، قالوا له وي اون لا بروف، مي جيبو اون بو اون ديسكوتي. انا نجس عليك، انا نبيع في السلع، انا متوسط للدول وعندي علاقات الاخرى، نجس عليك انت، واش عندك انت ما نجس عليك انت؟ واش عندك؟ نهار كنت انا خلقت هذه، انت واش كنت انت؟ نجس عليك انت، واش عندك باش نجس عليك انت؟ انت اللي عندك انت وبتاعي، انا اللي جبته، انا اللي جبته، واش عندك انت؟ الشيء اللي تستعمله انت باش تجس بيه على الغير، انا اللي جبته. جاء في هذا التقرير السري حول مسعود زجار والذي حصلت عليه الشروق حصريا.
إنه منذ حرب التحرير كلف زجار مسعود وبصفة خاصة من طرف المرحومين بومدين وبوصوف بالاتصال مع الأمريكيين لأجل الحصول على العتاد اللازم والضروري لجيش التحرير الوطني. وقد حصل زجار في إطار تلك المهمة وبوجه خاص على أجهزة اللاسلكي ذات الأهمية العظمى والتي قدرت نسبتها ب80% من مجموع العتاد التي حصر بالوطنية خلال حرب التحرير، كما أنه كان المسؤول في إنجاز ورشة لصنع الأسلحة البازوكا والمورتي. فهذه المهام تثبتها كتابات كل من المرحومين بوصوف وبومدين. ومهما يكن فلا أحد ينكر دور زجار. هذا عادي إنسان، هذا عادي عنده السلاح، واللي قال لقاو تاع لاكاف هذيك من الحوايج اللي بقاو، وعمي الصغير هو يأكد لكم عليها مليح. هما كانوا حوايج مي كانوا ميم دي راديو ريسيبتريمتر تاع الثورة، هو اللي جابهم، جاب هنا أربعة ولا خمسة لي نوفو ماشان باش يعطيهم هنا لا بريزيدونس ويعطيهم الجماعة لهنايا. Les nouveaux des bons appareils récepteurs émetteurs de la Thawra. Les choses qui sont restées de l'armée, ils ont mis leurs armes, ils ont mis tout. Ils ont des trucs qui sont des souvenirs. Ils ont dit que c'est le matériel d'espionnage. C'est pour envoyer aux Américains des renseignements. On bad Gallo la liste des personnalités qu'il connaissait, parce qu'il connaissait des chefs d'État, Nixon, il connaissait des députés, il connaissait pas mal. Il voulait aider l'Algérie. الحكم. بناء على قرار الإحالة المؤرخ في 18 جوان 1985، حول قاضي التحقيق المتهمين الأربع أمام المحكمة العسكرية بالبليدة لمحاكمتهم على أساس التهم: الخيانة، المساس بالأمن الوطني، المساس بالاقتصاد الوطني، والرشوة لزجار مسعود. المساس بالأمن الوطني والاقتصاد الوطني لمعيزي عبد القادر جيلاني صغير وعنان العيد. الرشوة لمعيزي عبد القادر هي قضايا محبوكة، هي تصفية حسابات، هي غيرة، هي حسد، هي نميمة، هي كل الرذائل في هذه تاع الأشخاص الوصوليين هذوما والناس اللي أضعف الشخصية واللي ما عندهمش المبادئ، يستعملوا كل شيء، كل وسائل بالنسبه لهم. تدخل فيها مساله تاع غيره، مساله تاع حسد، مساله تاع هذيك، مساله تاع هذيك، هذه هي. وكان حاسب روحه. انا كان كل خطره كي كان يقول لك، كان يقول شاد لي بن جديد العربي بالخير، وكان يذكر اسمه لحرش، كمال لحرش. فات معاه الحساب وهو قال لك ما كانش واحد كونتر خويا قد العربي بالخير. نظن نوع من تصفية الحسابات. ربما هو غلط في 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 نفسه شويه، يعتبر باللي ربما على كل حال هذا التفكير تاعي، ربما حسب اللي العلاقات تاعو مع الحكومه الجديد، مع الحاكم الجديد تكون من النوعيه اللي كانت العلاقات تاعو مع بومدين، ربما غلط في هذه. كي يشوفوا مسعود زكار كيفاش يكونوا، واليوم كي طاحت الأمور مسعود زكار كيفاش ولاو، كيفاش تولي تشوف حتى تقول سبحان الله العظيم. كان مسعود زكار قداش خطره يكون هكذا في الجزائر، حضرت فيه أنا خطره، أو الاسم المسؤول هذا نتاع يدير هكذا مناسبة تاع عرس ولا تاع حاجة، هذاك مسؤولين كبار. سي محمد مسؤولين كبار يجيو ثم ويشطحوا،
في العرس يشطحوا شطحوا في العرس. نهار اللي تحت مشعل الزكار ولو هما ضدهم. تكوننا الفريق للدفاع اللي كان يترأسه الأستاذ الهادي الصخري اللي هو معنا من العلمة والصديق الحامي بتاع سيم سعود. هو اختار المحامين اللي هما الأستاذ عبد العزيز بالميلود، هذا عربي أصيل عنده مبادئ كذا اللي خوته فيه رحمه الله، بن عبد الله معروف الأستاذ بن عبد الله عبد الصمد، الأستاذ بلولا، واقترها علي أنا باش ننضم للدفاع. في هذه الرسالة التي حصلت عليها الشروق حصريا والموجهة من مسعود زكار من داخل سجنه العسكري بالبليدة إلى محاميه، يقول فيها: إلى إخواني المحامين، منذ 1980 وبالدعوة من الرئاسة عدت إلى عملي مع العرب بالخير، كما كنت مع الأخ المرحوم سيبو مدين، وهذا حتى اعتقالي في 8 جونفي 1983. مكاتبي في الخارج تم نقلها إلى جنيف منذ 1964، وكنت أمثل العديد من الشركات الخارجية التي أتعامل معها على مستوى الخارج والجزائر. مع الجزائر توقفت على كل الأعمال منذ صدور القانون الموافق للحادي عشر من فيفري 1978. بعد محضر استجوابي في المحكمة العسكرية صرحت للقاضي والنائب العام أني مستعد لتقديم كل فنادقي المتواجدة في الخارج إلى بلدي بشرط إطلاق سراحي فورا حتى أستأنف أعمالي، لكن لا جواب. وطلبت إذا هناك إمكانية الاتصال بالهاتف لإنقاذ أملاكي، لأنه لم يكن بحوزتي سيولة نقدية من أجل تسديد ما علي من مصاريف خاصة بالفنادق. وفي النهاية لا جواب من طرف المحكمة ولا من طرف القيادة السياسية. وكل ممتلكاتي تم بيعها بأسعار زهيدة، وبعضها تم حجزها بسبب عدم تسديد القروض، وأخرى تم استعادتها من طرف أصحابها السابقين مع فقدان كل ما جنيته من مبالغ. ذلك هو قانون تلك البلدان. بعد 9 جونفي البائعون كان لديهم الحق في أخذ كل شيء، يعني فقدان كل شيء. خلال استجوابي صرحت أنني استلمت من السيد شانغريحة والسيد هوفمان وبأمر من الرئيس الراحل 313,000 جنيه استرليني، ومن عند هوفمان 900,000 فرنك فرنسي. وبتعليمات من الرئيس الراحل يتم توظيف هذه المبالغ في إجازات للإطارات والشخصيات المرموقة من النظام. على أي حال النفقات تجاوزت ما تسلمته منه بالإضافة إلى عائلته. الشاهدان كان قد أكد لكما وجود صندوق أسود، كما فعل ذلك شهود آخرون. إن المهمات التي كلفت بها من طرف السيد الرئيس توقفت منذ 20 شهرا. إني مصاب بالداء السكري والضغط الدموي وصاحب 52 سنة، كل هذا بسبب تشويه الحقيقة والدور الاستراتيجي الذي كنت أشغله منذ 40 سنة لخدمة وطني. إذن حان الوقت لتصحيح وضعيتي وإعادة الاحتبار لحقوقي المدنية وخاصة حريتي بعد دراسة ملفي من قبل إخواني المحكمة العسكرية والشهود، بالإضافة إلى الوثائق التي قدمتها للدفاع.
تقبلوا مني إخوتي احترامي وتقديري، سأبقى مناضلا برغم كل شيء، ما وقع ما هو إلا تضحية لبلدي ومفيد لنا جميعا. السلام عليكم. زكار كي جي دي ن بارلا بيرسون الا بارلي ان افوكا دو بليدا افوكا دو بليدا كي سي با غاردي لو سيكري قال له فوالا ج ديفي اتر ليبيري لا فان دو موا يا ريان كي ريان ن فيان. قال له موا جو كوني ان افوكا بن لوصيف بور نو با لو سيتي، قال له هو جي بو بوتيتر فير افونسي لي شوز اي سيتي اون بومب باسكو بن لوصيف il s'est mis en colère contre les responsables. Galou kifache, vous négociez avec ce gars et moi je ne suis pas au courant. Il a même fermé la caserne pour les avocats. On va dire que nous avons besoin de la vie de nos enfants. Nous avons besoin de la vie de nos enfants. Nous avons besoin de la vie de nos enfants. راحت اتصلت جابوا لها النيميرو باش تشوف على الشيف بن سعدية الله يرحمه على كل حال. راح باش تشوفوا ذاك على الماء معظم الحباب يزون راكروشي او ني ولا ما نون با ريبوندو او تيليفون معظمهم. الناسكل كانت خايفه، يقول لك مدام دقاس مسعود زكار معناتها ني نيتا لابغي، اي شخص يقدر وهو بلو بوا تاعو وجر وقدروا يقيسوا معناتها الدعوه ماهيش مليحه صح يعني كبيره ما نتدخلوا ما نجبدوا روحنا الاحسن. الشريف مسعديه فقلت له vous avez commencé le procès de Bomdine. قال لي كيفاش؟ قلت له سي سافا الي بور سا سور سا. فهمته مليح الى ما يكوتي يبرون التليفون الى بيل حمروش اللي كان شاف الكابيني بن جديد. قال له voilà tu vas recevoir le bâtonnier Belloula qui va te parler فهموا مليح لي بروبليم دو زكار. قال له داكور. لو لوندومان استقبلني اي الى باسي لو ميساج شي اشادلي باش تقول بلي ان الشاذلي بن جديد كان على غير علم بهذا المسألة. هذا الشيء لا يصدق ولا ما كانش رأي. جاء في كتاب أسئلة العدالة محاكمة زكار للنقيب السابق الطيب بلولة في الصفحة 38. العربي بالخير لم يكن ليتحرك ضد مسعود زكار بدون ترخيص مسبق من الرئيس الشاذلي بن جديد. J'ai eu contact avec le secrétaire général à l'époque de la Défense, Ben Lili. Je lui ai dit, monsieur le président, je ne viens pas défendre Zegar, je viens vous transmettre un message. Le message, si ça continue comme ça, ça va éclater en Algérie. Et nous avons toutes les preuves. Toutes les missions que Zegar a effectuées aux USA un peu partout, nous avons la preuve que c'est Boumediene qui a ordonné à Zegar de faire ce travail. في هذه الرسالة التي حصلت عليها الشروق حصريا والموجهة من طرف مسعود زكار من سجنه العسكري في البليدة إلى الرئيس الشاذلي بن جديد والمؤرخة في 8 ماي 1983، يقول فيها مسعود زكار إلى الأخ المناضل والرئيس السي الشاذلي: خلال محضر استجوابي صرحت باستمرار أنني كنت أنشط في إطارات محدودة من طرف الرئيس الراحل بومدين، وقدمت له بدون انقطاع تقارير على نشاطاتي في كل الميادين: استعلامات، شراء العتاد العسكري، تموين الصندوق الأسود الذي خلق تحت أوامره واستعمال هذا الصندوق. عند وفاته حاولت الاتصال بكم عبر بعض الإخوة، ولكن تركوني أنتظر في لقاء محتمل معك سيدي رئيس الجمهورية لأقدم لكم تقرير.
في سنة 1980 قدمت لكم رسالة بواسطة السي العربي بالخير الذي كان منسق أجهزة الأمن أين كنت واضع نفسي تحت خدمتك لمتابعة نشاطاتي لخدمة الوطن كما كنت من قبل. لقد حافظت على السرية المطلقة على مهماتي العديدة المكلف بها من طرف الرئيس، وهذا في انتظار حضرتك لتسليمك ملفات، لكن تم منعي وأنا ما زلت تحت المنع في الوقت الحالي بسبب احتجازي. هذه الوثائق التي يتم المطالبة بها والتي أريد أن أحولها لكم مباشرة عن طريق القناة أو الوسيط الذي تختارونه مع احترام القسم في كل ذلك الذي كنت أديته للرئيس سيبو مدين. هذه الوثائق تبرر نشاطي لخدمة الوطن بأمر من الرئيس الراحل بومدين مرفوقة بأمر بمهمة وجواز دبلوماسي، وهذه الوثائق موجهة تقديرا لرئيس الدولة معتقدا وبكل احترام أن الوحيد الذي يمكنه الاطلاع على هذه الوثائق هو سيادتكم، واستلام هذه الوثائق في ظروف جيدة بدون ضغط أو خطر. أطلب منك أخي العزيز الرئيس أن تثق بي وأن تطلق سراحي في أقرب وقت، خاصة وأن هذه الوثائق بدأت تكون مواضيع لتعليقات عديدة. تقبل مني سيد الرئيس كل احترامي وتقديري، أخوك رشيد. ملاحظة أخي العزيز، أرسلت لك رسالة في 28 من فيفري. سيح مروش قال لي ولا أنظر زبلي، قال لي أنا عايز لك بلوتار بور ألي فوار لك حلعيات. الآن وصلنا عند لك حلعيات. لك حلعيات قال لي الميساج نتاعك جلي كومبري اي سوي داكور افيك توا. قال لي ميتنون أون فا فيغ لا شوز سويفونت. نطلقو اون ليبرتي بروفيزوار يسكن في دارو في فينير لو بيرسونيل نتاعو جنيف لا ليست دي لوبي لا ليست دو لارجون اي انكور لارجون شادلي نون فولي با. قال لي لك حلايات قال لي ا بو بري ان موا بور ريغلي تو سي بروبليم. ان جور مسيو لك حلايات مابيل قال لي ماتر Je m'occupe plus de ce gars. في السجن تم مساومة مسعود على كل شيء. عن المال، عن الودائع، عن المشاريع، عن علاقات مع رؤساء الدول، عن قائمة المجندين في الاستعلامات والاستخبارات الدولية، عن تجار النفط والذهب واليورانيوم والسلاح. ساوموه بالمخططات كانت عنده مخبية عنده مخططات من عند أمريكا. أنا نقدر نشهد على شهادتين. الشهادة الأولى هو أنا شخصيا في جونات قدمت عن طريق الكاتبة طوني أمبلوب قدمته لي شخصي ما فيه 500 ألف فرنك فرنساوي في ذاك الوقت ما كانش لور 50 مليون على أساس أن الشخص هذا يديها لشخص واحد آخر اللي هو نافذ في السلطة. جيدي سي بن يلس قلت له سيل فو بلي فوز الي انفورمي لو بروكيور et le juge d'instruction et tout le tribunal. Vous pouvez le faire, moi je ne le fais pas. Je ne le fais pas parce qu'il va y avoir des affaires derrière ça. Je peux pas prendre ce risque. Zegani s'est calmé, pas de contact avec les avocats. Même des avocats qu'il connaissait bien, non, non et non, puisque
il n'y a que moi qui assiste à ces trucs. Je ne veux pas qu'il y ait des fuites. La hadith est la وأنا لما رحت زرت مسعود بيرحمه في البليدة اسمعني كاسات ومن بعد أعطاها لي كاسات سجلها مع حوار مع أحد محاميه من جملة ما ورد في هذه الكاسات أنه يقول له باللي أن أحد الأشخاص النافذين أيضا مش العبي بالخير ولا شادي بالجديد بس كل موضة طلب 2 مليون دولار طلب منه زوج الشخص حسب الكاسات نعرفه أنا أنا بالي بيه وشكو في مقابل التخفيف عليه أو إفراجه dans sa chambre et il va chercher une radio قال لي on va mettre le son باش ما يسمعوناش Je sais que vous êtes un spécialiste des armes, mais attention, cette radio, c'est un piège. Malgré qu'il y a la musique, elle enregistre. Tu es sûr, Koutou? Oui, je suis sûr. Je suis sûr, Koutou. شانتاج ودخلت فيها جماعات دخلت فيها مسألة صوارد مسعود عراوه قبل ما يخرج من الحبس عراوه. صوارده في لاسويس داوهم له. كانت عنده صور كبار في لاسويس مصالح شخصية قصة فيها مصالح شخصية 80% 20% مصالح فرنسية في هذه الرسالة التي حصلت عليها الشروق حصريا والموجهة من طرف والدة مسعود زجار صبيحي نوارة إلى الرئيس الشاذلي بن جديد والمؤرخة في 14 جوان 1983 السيد رئيس الجمهورية سيد الرئيس هذا شرف بالنسبة إلي كمواطنة جزائرية أم وشقيقة الشهداء أن أتوجه للمسؤول الأول على بلادي ابني مسعود زجار مسجون منذ 8 جانفي 1983 ومن هذا التاريخ وهو ينتظر ويفقد الأمل يوما بعد يوم إن العزل الذي يعيش فيه في تطور دراماتيكي في الواقع إن وضعه الصحي أكثر من خطير في الواقع ابني قومي ووطني أصيل والتاريخ لن يعرف كيف ينساه هو مناضل قديم من أجل القضية الوطنية بدأ الكفاح ضد القوات الاستعمارية سنة 1943 أين تم اعتقاله في العديد من المرات خاصة بعد أحداث 8 ماي 1945 التحق بصفوف جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني منذ اندلاع الحرب التحريرية وشارك فيها بالمجد والشرف بعد الاستقلال تم دفعه لإنجاز مهمات ذات أهمية كبرى بالنسبة لبلده سيد الرئيس فقدت ابني إبراهيم زجار وشقيقايا سعيد صبايحي وصبر صبايحي من أجل تحرير وطننا ابني الآخر حسين زجار معطوب حرب يحتاج لشخص يقوم بخدمته وذلك نتيجة لمشاركته الفعلية في تحرير الوطن وأيضا شقيقتي جميلة أصيبت بإعاقة بعدما أصيبت بجروح خلال قصف مدفعي ببازر أبناء الثلاثة ضحوا بكل حياتهم من أجل كرامة الوطن وسيادته حيث مات أحدهم تحت التعذيب والثاني معطوب والثالث مسجون أتوجه إليك سيدي رئيس الجمهورية بمعرفتي لمزاياك واحترامك للقانون واهتمامك بالمجاهدين أطلب منك اتخاذ إجراءات تكرم بها ابني مسعود زيادة على ذلك أكد لي أنه مستعد للعمل بدون تحفظ مع عدالة بلده لهذا أطلب منك سيد الرئيس الإفراج عنه أو نقله إلى منزله حتى يتم علاجه واستقباله للزيارات العائلية بدون تضييق تقبل سيدي رئيس الجمهورية احترامي وتقديري حفظك الله أرملة زجار
نوار صبايحي. وهذا وصل إرسالها، وهذا وصل استلامها. لكن أغلب الشهادات تؤكد أن مسعود تعرض لإهانة ومهانة وتعذيب نفسي مروع، ناهيك عن جرح كبريائه والنيل من علو نفسه بوصفه الخائن لوطنه، وهو الذي أفنى زهرة شبابه في خدمة هذا الوطن. ولسان حاله يقول: وطني وطني، لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. خائن كبيرة بزاف، هذه ضرته كثير، هذه شيء غير عادل، كيك شوز دانجوست، ظلموه ظلم كبير. الكلام اللي سمعوه لا يمكن، يعني يعني اكثر من خاين، يعني تاع بمعنى انسان فيلغر ديلانكون قدامنا هنايا، ونديروا فيك واش حابين، ونجيبوا لك كذا، ونفعلوا فيك كذا، ونديروا كذا الى اخره. ما نظنش كان يستاهلها. على كل حال، ما عنديش يعني اطلاع كامل على ما يخص الملف اللي كان اللي وجدوه عليه، ما نجمش نحكم. على كل حال، وانما في الظهر ما كانش يستاهل، هذه يستاهل يهان بهالكيفيه هذه. ساوموه على كلش، حبوا يحطموه معنويا، لي كاسيت ولي فوتو تاع لا فامي تاعو، كيفاش لي تورتور مورال، هو سورتو تورتور مورال اللي كيفاش يدير جماعه وحاطين الكاسيت وهم يضحكوا، لي كاسيت تاعو تاع عراس بنا ولاد وتاع خواتات كان يعذبوا فيه على الجال. كيف كنت تتصل بالمريكان، وكيف كنت تتصل بلاصية، وكيف كنت تدير، وكيف تواشي، وكيف تواشي، وذاك وشانطاج. ما نظنش باللي يعني تكون عندهم الجرأة حتى يعذبوه ولا يديروا له تورتير، ما نظنش يوصلوا لهذه الدرجة، ولكن ضغط كبير عليه. هو لما يكون قوي الإنسان، يكون قوي ويضعف، الحساسية نتاعو تكبر، المعنويات نتاعو يعني تتحطم، غبناتو كثير. كتافو لهنا مشيتو بعينيه، كتافو لهنا زورق من الطورتير، كتافو زورق لهنا، يروحو من يروحو الدار وهذاك يديروا له مساج، ثم يديروا يكمدوا له هذيك كتافو هنا زورق. يقولها ماما، يقولها محطه لي تصاوت صابري صبعي ولدي، يديروا الفيلم وراهم يتمهزوا وراهم يضحكوا وراهم تاع انسان اللي كان بقى بزو قدروا يجينا. يجي هما سيتي ان مويا دو تورتور. عذاب معنوي، عذاب. الكلام اللي سمعوه لا يمكن، يعني يعني اكثر من خاين يعني تاع. وفي هذه الصوره التي حصلت عليها الشروق حصريا، رسمها رشيد كازا بيده من سجنه العسكري بالبليده، بعد ان تعوذ وبسمل وصلى، فكتب: حسبي الله ونعم الوكيل. وهي آية يستغيث بها كل مظلوم ومكلوم. كيف حقروا، كيف عذبوه، كيفاش تمعكسوا بيه، كيفاش يعني داروا الحوايج كل، هانوه اشد الاهانه. قال لي تعبوني بزاف، ها لو كاشو هذا اللي قلت تكلم تاع لي قبيلته، السبان اللي انسولتي اون عربي اون فرونسي توت لا جورني، ها وما تخافش انطمن اون بريزون كذا كذا. ظروف نتاع التحقيق معاه ثاني بقات غامض، عذب معنويا عذاب شديد يظل لك. وصلوا حتى يقول له الراجل انتحر، ها قدامك راه الراجل انتحر. ويظل لي ان هذا المحققين اللي داروا ما عندهمش علاقه بالثوره الجزائريه، وما عندهمش علاقه بال عذبوه عذاب اللي ما عندوش مده شر قبل ما يعنوا عليه اكل هو في العذاب. عذبوه مليح اسي، عذبوا عذاب كبير. Toute la nuit, toute la journée, et les interrogatoires, il les faisait à tout moment.
Ça peut être le matin, le soir, etc. Et puis, mais il y a tout le Mesoud Zegar. Il dit celui qui a trahi son pays. Et c'est ça qui lui a fait le plus de mal. Mais après, je vais vous dire. عيب ولكن التاريخ هو مسجل عليه مش قالوا له ورام يخلصوا عند قبل ما قبل رام كانوا يخلصوا كما نقولوا احنا في الدنيا قبل الأخير رام يخلصوا كل بالواحد وين يخلصوا كلها هم يخلصوا كل هذو هذو اللي رام يديروا الحويجري والله غير يخلصوا عند ربي كاين اللي رام مازالوا يخلصوا فيها دوك هم مازالوا كان جمعت لينا ما خرجوا دوك في الحكم وكانوا فالو ربهم اللي رام مازالوا في الحكم بصح والله اللي غير يخرجوها غير يخلصوها أمام ربي غدوة غير يخلصوها. العلاقة الضاربة في القدم بين الأمريكيين ومسعود بعد السجن أخذت منح آخر. فهم الأمريكيون أن ما تعرض له مسعود هو إنهاء الدور وتصفية اللوبي الأمريكي في الجزائر لصالح اللوبي الفرنسي في ظل حكم شادلي. ليقرروا وضع خطة لتهريب مسعود زغار من السجن العسكري بالبليدة حيث يروي سهره ومحاميه وابن بلدته العلماء أحمد حميدي خوجة أن القصة تمت في جنيف ذات يوم مع كاتمة أسرار مسعود السويسرية جاكلين شوارز مشيت جنيف باش نجيب بعض الوثائق فإذا به الكاتبة نتاع جاكلين تفاجأني في المكتب حطت لي أنفلوب حليت أنا الأنفلوب نلقى فيها التخطيط مخطط وتاع كذا ومكتوب هذيك قلت لها وش هو هذه درت روحي من هذيك طيارة ما بغيت أنا شفتو ماشية قالت لي هذه سي اون بروبوزيسيون بور أونلفي أون تونتاتيف دونليفمون دو فلان دو لا بريزون انا افوين كرد فعل نتاعي فما فما قلت لها مو بيرسونيل مو قلت لها جو مو بوس اسي تونتاتيف انا ضد هذا العمليه هذه باعتباري رجل قانون ورجل كذا هي بالدرجه الاولى مساس خطير بالسياده الوطنيه واذا في صوره ماذا كانت حقت ثبتوا لبعض التهم لكن ولات العمليه تاخذ المنحى هذا بمعنى ان الخيانه موجوده والدليل هم جاو خربوا وثالثا راح تكون العواقب بتاعها وخيمه على العائله انا ضد هذا انا شخصيا ما نوافقش بس احنا نحولوا الامر ليه des anonymes hein qui lui a envoyé des messages hein pour lui dire بلي on peut te sortir on peut te sortir des algériens moi j'ai des étrangers قالوا on peut te sortir il a refusé مخطط مديرته الدوله الاجنبيه وتم تنفيذه عن طريق دولة مجاورة هي كانت ليبيا لأنه هو كانت عنده علاقة متينة مع لما رجعت ما رحت مسعود الحديث العادي وكذا إلى آخره ومن بعد قلت له واش كان واش كان بالله واش كان عطولي في جنيف والسيد شعره طلع يافي اون فوا بنتومي قال له اون فا سيزير les instances internationales, Kifash, Anna, j'ai toujours été pour mon pays, je vais maintenant l'attaquer à travers les instances internationales. Moi, je veux me défendre avec mon pays. تقدس واديك منبت عزي ومسقط رأسي وإلهام حسي وربض أبي ومرابع أمي ومغنى صبايا وأحلام عرسي وفخر الجزائر وفخر الجزائر فيك تناهت مكارم عرب وأمجاد فرسي وأحفاد أول من ركزوا سيادة أرض الجزائر أمسي دماء ابن رستم ملء الحنايا صوارخ يلهبن عزة نفسي وعرق الأصالة طهر طبعي ونور الهداية أذهب رجسي وكرمت باسم الجزائر قومي وشرفت باسم الجزائر جنسي
تمت مساومته على رفيق دربه هوار بومدين عندما تم ممارسة كل الضغوط عليه حتى يطلق سراحه مقابل أن يخرج ويصرح أن بومدين كان يملك حسابا بنكيا في تشيز مانهاتن بانك بالولايات المتحدة الأمريكية. هذه الاستوار دو كونت لا تشيز مانهاتن بانك aux États-Unis. Il a bouffé tout le monde. Je m'excuse encore de l'expression. Qaïd Ahmed, leader conférence à Tunis, au Maroc, il a dit Boumedine, il a un compte aux États-Unis, à la Chase Manhattan Bank. L'arabie belkhair wa jama'atou bach yousrou belhouari belraïs al-rahil. جاء في كتاب دوغول والجزائر للمؤرخ محمد عباس في الصفحة 458. كان يراد من زجار أن يشهد على بومدين بتأكيد أن الحساب البنكي كذا في أحدى البنوك النيويوركية هو في الحقيقة حساب شخصي له، فثار أمام المحكمة العسكرية الموقرة مستنكرا هذا الأمر بقوله إن بومدين لم يكن يعرف الدينار فما بالك بالدولار. قلت له مسيو البروكيور جي في زجار اي جو لوي دي qu'effectivement, Boumedine détient un compte à la Chase Manhattan Bank. Ça a été fait dans le temps. Après avoir fait le temps, j'ai essayé de voir que Boumedine est mort et mort. J'ai pris un numéro de numéro de banque en Amérique. Le procureur de la République, Galli, demain, on va entendre Zegar sur cette question. جاء في أسبوعية رسالة الأطلس في العدد الصادر ما بين 29 ديسمبر إلى 4 جانفي 2003. كتاب تحت الطبع للدكتور رابح بالعيد بعنوان المتغربون الجزائريون وحلفائهم الأغنياء الجدد، وهي نفس الحقائق الواردة في رسالة الماجستير التي أعدها باسم الحركة الوطنية الجزائرية سنة 1830 و1954 والتي لم تنشر بعد، وأكثرها دلالة في هذا الشأن ما يتعلق بكشف حساب موقع عليه من عضو مجلس الإدارة المنتدب لبنك منهاتن بنيويورك دبليو جي براون. الحساب يملكه هواري بومدين حسب بيانات بنكية. الأمر كشفه كمقتطف من نداء الأمة للقائد أحمد العضو السابق للمجلس الوطني للثورة الجزائرية. قال له أنا عندي الدراهم تذكر بومدين ما عندوش. هذا الناس اللي يحبوا يفير بروسي بومدين. جزائرنا يا بلاد الجدد نحطم عنك القيود، ففيك برغم العدا سنة ونعصف بكل والطالب سلاما سلاما جبال البلاد، فأنت القلاع لنا والعمد سلاما سلاما جبال البلاد، فأنت القلاع لنا والعمد وفيك عقد لواء الجهاد، ومنك زحفنا على الغاصب قهرنا الأعادي في كل ود، فلم تشتهم طائرات عود قهرنا الأعادي في كل ود فلم تشتهم.